ما هو رأيك؟ أنا شخصياً ما بسوي كذا، ما أرتاح إني أسوي كذا، بس في نفس الوقت ما أقدر أنتقد اللي يسوي كذا. أنا ما يعني في النهاية هذا وقته أولاً. وفي نقطة مهمة جداً تانية، أنه الناس أصلاً الفلوس هذه قاعدة تيجي، الناس راضية تدفع. يعني اللي سوى هذا عقود مع مثلاً شركة الاتصالات ولا أخذ فلوس على محاضرة، ما الناس دفعت. فهي علاقة من الطرفين، الناس مستعدة أنها تدفع علشان فلان يطلع يتكلم. المشكلة متى؟ المشكلة لما المادة تبدأ تؤثر على الرسالة، يبدأ يتخذ قرارات ويبدأ يقول كلام بالفلوس. طيب بالنسبة لفهمك أنت لمجتمعك السعودي تحديدا، هل هو مثل ما يقال وأيضا ينشر بأنه مجتمع متناقض، شخص هذا المجتمع يرتدون الأقنعة، في البيت قناع، في الشارع قناع، في العمل قناع، مع الأصدقاء قناع، هل هو هذا فعلا هذا هو المجتمع السعودي؟ ما تقدر تعمم على مجتمع جنسية معينة بمشكلة معينة. أي مجتمع في الإيجابيات وفي السلبيات، في أي مجتمع ممكن تلاقي اللي بتقول عنهم دول. أكثر مشكلة يعاني منها المجتمع السعودي من خلال أنت فهمك لهذا المجتمع وقراءتك له، ومن خلال بحثك أيضا عن التغيير فيما يتعلق ببعض المبادئ اللي عاش عليها المجتمع السعودي؟ أعتقد والله أعلم أنه التحدي الأساسي في المجتمع السعودي أنه يفضل الاستقرار على التحسين. يعني يفضل الأمور تفضل زي ما هي حتى لو فيها مشاكل، على أنه يبذل الجهد للتحسين. في مجتمع يسموه ثرايفز، يعيش على التحسين. يعني لو اليوم ما هو زي أمس في مشكلة، لازم اليوم يكون أحسن من أمس. عشان كده أنت اخترت في خواطر 7 عنوان عريض الشعب يريد الحلول، استثمارا للشعب يريد في تونس وفي مصر. لا، مش الشعب يريد بالمفهوم ده. الشعب يريد بمعنى أنه الشعب يريد حياة كريمة، ليس بالضرورة الحياة كريمة تأتي عن طريق ثورة. الشعب يريد أنه يحسن من وضعه في البلد. مشاهدينا، الآن وقفة أخيرة مع الإعلان ومن ثم نعود.